اهلا بيكم، انا ابراهيم صلاح، والفيديو ده هنتكلم فيه عن ماده الميكروبيولوجي والاميونولوجي. هنتكلم عن طرق مذاكره الماده دي، وهنعمل ريفيو لافضل المصادر اللي تستخدمها عشان تذاكر الماده دي، سواء على مستوى التحضير لليو اس ام ال ستيب 1 او على مستوى الميديكال سكول. في البدايه كده، ماده الميكروبيولوجي ماده لطيفه جدا لو عرفت تذاكرها ازاي. اول حاجه، انت محتاج يعني تتعامل معاها بالطريقه المناسبه. يعني ما ينفعش تتعامل مع ماده الميكروبيولوجي زي مثلا ما بتذاكر الباثولوجي، لا. يعني ماده الميكروبيولوجي فيها معلومات الى حد ما بحته شويه، مش كل المعلومات فيها موجوده في شكل قصه كده زي الباثولوجي. ما بنيجي نتكلم مثلا عن مرض في الباثولوجي، يعني بنبدا مثلا بالكوزس بتاعته، الساين والسيمتوم والدايجنوزس والتريتمنت، فيعني في ترتيب معين كده انت بتمشي فيه. لا، اما بنيجي نتكلم عن الميكروبيولوجي، لا، التفاصيل الى حد ما مختلفه شويه، فبالتالي برضو طريقه المذاكره لازم تكون مختلفه. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، ان دي ماده من المواد اللي بتحتاج تكرار بشكل مستمر. يعني الماده دي محتاجه ان انت تذاكرها عدد مرات يتناسب مع مدى حفظك ليها. المادة بتعتمد على جزئين، الجزء الأولاني هو الفهم بتاع التفاصيل بتاعتها، والجزء الأكبر هو الحفظ. فاهمني؟ يعني مش على قد بس إن أنا فهمت التفاصيل بتاعت المادة، لا، ده أنا محتاج كمان أحفظ بشكل يعني أكتر من مواد أخرى. والحفظ هنا مش هيجي من مرة واحدة، يعني يمكن بيجي لي رسائل كتير جدا عن مادة الميكروبيولوجي والفارما، طلبة كتير بتشتكي منها، ولكن يعني اعتقد ان شكوتهم لان هم مش عارفين كم مره انا محتاج اكرر الماده دي. فانا زي ما بقول لحضراتكم كده، الماده دي بتتكرر لحد ما انت تحس ان انت بدات تحفظ المعلومات اللي موجوده فيها. ذاكرها مره 2 3 4 5، ذاكرها عدد كبير جدا من المرات. دي النقطه. النقطه الثالثه، ان انت وانت بتذاكرها يعني حتى على مستوى يو اس ام ال ستيب 1، انت محتاج تعمل فوكس على المعلومات اللي موجوده في المايكرو مربوطه بالباثولوجي. يعني في بكتيريا كتير جدا، وفيروسز كتير جدا، وفانجاي كتير بيعملوا مجموعه من الباثولوجيكال ديس اوردر. فانت محتاج اول حاجه تعرف الباثولوجيكال ديس اوردر دي بكل تفاصيلها، والنقطه الثانيه تعرف يعني البكتيريا عملت الديس اوردر ده ازاي، يعني انهي كومبوننت اللي موجود في البكتيريا عمل الديس اوردر ده. برضو من النقط المهمه جدا في الميكروبيولوجي ان انت يعني تعرف ان انا اشخص وجود البكتيريا دي ازاي، استخدم انهي صبغه او انهي تيست عشان اتعرف على البكتيريا دي. دي نقط مهمه جدا، يعني حاول بقدر الامكان وانت بتذاكر تركز قوي على الكلينيكال ابلكيشن او الحاجات اللي مربوطه بالكلينيكال اللي انت ممكن تتسال عليها في كيس سيناريو وانت بتذاكر الميكروبيولوجي دي. يعني ده هيوفر معاك وقت كبير جدا. والنقطه الاهم هي التكرار. يعني ما ينفعش مثلا تكون ذاكرت المادة مرتين ثلاثة، او زي ما قلت في البداية كده ذاكرت المادة بمجهود زي المجهود اللي بتبذله في الباثولوجي وتتوقع ان انت هتبقى لميت المادة او ان انت حفظتها كويس. لا، هي المادة بتتكرر عدد المرات المناسب معاك عشان تحفظها. طيب، على مستوى الناس اللي بتحضر لليو اس ام ال ستيب 1، يمكن مادة المايكرو والفارما من المواد اللي انت محتاج تكررهم بشكل دوري في الشهرين اللي قبل الامتحان. يعني انت ذاكرتها وعملت بريبريشن قوي وحليت عليها اسئلة وكل حاجة، ولكن في الفترة اللي قبل الامتحان يعني يمكن انت محتاج تقرأ فيهم جزء كل يوم الى جانب المواد الاخرى. يعني لازم يبقى في جزء كده من اليوم بتاعك مايكروبيولوجي وفارما الى جانب المواد الاخرى زي الباثولوجي والفسيولوجي وغيره. يعني تمام، يعني دي بالنسبة لطرق المذاكرة بتاعت الميكروبيولوجي. أما الإميونولوجي فهي محتاجة فهم قوي، يعني أنت محتاج تذاكر الموضوع الأول في شكل قصة كده وبعد كده تبدأ تحفظ. يعني هي هتعتمد على الفهم أكتر من الحفظ. أنت تحفظ أصلا، تفهم من أول ما الباثوجين دخل الجسم أنواع الإميونيتي المختلفة، ريسبونس أصلا لكل باثوجين، أنواع الأنتيبوديز المختلفة، الانترليوكنز المختلفة، الكومبلمنت سيستم. أنت محتاج تفهم التفاصيل ديت قبل ما تحفظها. طيب، بالنسبة بقى للكتب، فيعني في مجموعة كده من الكتب المختلفة على مستوى الميكروبيولوجي، ولكن انا هبدا بكتاب الفيرست ايد. الناس اللي بتحضر لليو اس ام ال ستيب 1 يمكن جزء الفارما وجزء المايكرو افضل جزء في الكتاب ده، اللي تقدر تعتمد على الفيرست ايد فقط بدون ما تطلع لاي مصدر خارجي. ولكن يعني الجزء كوندنسد جدا لدرجه ان هو جايب المعلومات اللي انت محتاجها كلها للامتحان، فبالتالي انت هتعتمد ان انت تحفظ كل تفصيله موجوده في الكتاب.
يعني لما بنيجي نعمل ريفيو مثلا لكتاب خارجي احنا بنقول اه في تفاصيل مهمه في الكتاب جاست فور ساينس وفي تفاصيل مهمه للامتحان. لا، على مستوى المايكروبيولوجي في كتاب الفيرست ايد كل المعلومات اللي موجوده فيه هي مهمه للامتحان، لان هو مجمعها كده اكزام اورينتد. تمام. وزي ما قلت برضو انت لازم تركز على كل كلينيكال ابلكيشن موجود في المايكروبيولوجي في كتاب الفيرست ايد. تمام. الكتاب كافي جدا لو انت ذاكرته بشكل كويس، ولو انت حليت مع اسئله اليو اس ام ال وورلد وزودت عليه، يعني معاك كتاب الفيرست ايد ومعاك اسئله اليو اس ام ال وورلد، بعد ما بتحلها طبعا زي ما احنا قلنا بيبقى في شويه زيادات كده هتضيفهم على كتاب الفيرست ايد، فيبقى معاك مصدر كويس جدا. بالنسبه بقى لجزء الاميونولوجي هو كويس في الفيرست ايد، بس زي ما قلت مش يعني مش مشروح او مش متنظم في شكل قصه كده، يعني هو برده متنظم في شكل معلومات بحت. فانت لو ذكرت من الفيرست ايد هتحتاج تجتهد شويه مع نفسك ان انت تعرف او تنظم شكل المعلومات في كتاب الفيرست ايد، لا هتحتاج ان انت تطلع بره الفيرست ايد في جزء الاميونولوجي يعني. طيب ده اول كتاب معانا. طيب بعد كده عندنا كتاب كابلن، هو برضو كتاب لطيف لو انت عايز تزود على الفيرست ايد او عايز تجتهد اكتر في الماده او حاسس ان في يعني جزء كده انت مش لامه في الماده، تقدر تذاكر من كتاب كابلن، ولكن هو ياخد منك وقت اكتر شويه. هو يعني مش افضل مصدر في اللي هو المايكروبيولوجي، ولكن هو برضو اكزام اورينتد شويه او يو اس ام ال اورينتد شويه. طيب عندنا كتاب اخر اسمه مايكروبيولوجي ميد كلاس سيمبل، طبعا دي سلسله كتب موجوده تقريبا في كل المواد. الكتاب ده يمكن افضل كتاب تفهم منه المايكروبيولوجي لو انت حابب الماده اصلا وعايز يعني تعرف تفاصيل كل حاجه. الكتاب ده شرح المايكروبيولوجي بالتفصيل، وبرده مش متوسع ازيد من اللازم، لا ده يعتبر كتاب مناسب للبيزك ساينس. وبرده زي ما قلت لو انت عايز يعني لو انت معاك وقت وعايز تستزيد يعني، لكن اول اختيار احنا قلنا عليه الفيرست ايد ده لطيف جدا على مستوى الامتحان. طيب برده في مؤخرا كده طلعت مجموعه فيديوهات اسمها سكيتشي مايكرو، الفيديوهات دي كده انا راجعتها، فيديوهات لطيفه بيشرح المايكروبيولوجي في شكل انيميتد فيديوز، فدي برده بتسهل الدنيا شويه. ممكن لو انت حتى مش بتاخد كورس مثلا في ستيب 1 ممكن تشوف الفيديوهات ديت مع كتاب الفيرست ايد، يعني اعتقد ان هيبقى يعني فهمك للموضوع افضل شويه. هي برده هتاخد وقت منك ويعني محتاجه ان انت تكون مركز وهم بيشرحوا وتكتب وراهم، ولكن هي سلسله فيديوهات لطيفه للغايه. طبعا اللي هنقوله على المايكروبيولوجي هو نفسه الاميونولوجي، يعني برضو كابلن في الاميونولوجي لطيف جدا، يمكن افضل مصدر لو انت حابب تستزيد على الفيرست ايد تفهم منه ماده الاميونولوجي. في النهايه انا عايز برضو ااكد على معلومه تكرار مذاكره المايكروبيولوجي، يعني ده محتاج تكرار للغايه، وفي نفس الوقت محتاج ان انت تعمل مايند ماب لكل حاجه، يعني مثلا الجرام بوزيتيف الجرام نيجاتيف الدي ان اي فيروس الار ان اي، فاهمني؟ يعني التفاصيل ديت مهمه جدا في المذاكره، وبرده مهم جزء الصبغات بتاعت كل حاجه، فاهمني؟ ومهم الكلينيكال ابلكيشن على مستوى الباثولوجي، واهم حاجه خالص ان انت تكررها كتير جدا 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 يعني لحد ما تشرب الماده دي وتهضمها تماما يعني. تمام. اتمنى ان انا اكون غطيت كل التفاصيل الخاصه بالماده دي، وان شاء الله انتظرونا في الفيديوهات القادمه.